ليه بقى يا حاج محمود؟ طب يا حاج محمود ملف تاني سريع. اتفضل. ماتش امبارح. ايوه. الاهلي والجونه. ايوه. ايه يعني فين المشكله بقى؟ ايه المشكله عند الجونه؟ بص حضرتك الجونه اللي عندهم تحديدا عشان من غير ما نتدخل موضوعنا شفت حضرتك في البدايه هي اساءه استخدام رخصه استخدام الناشئين، اساءه الاستخدام. في رخصه دلوقتي من كاس مصر من حقك انك تلعب لعيبه هواه لكن مش بهذه الشكل. نادي الجونه مؤيد في قيمته الاولى 14 لاعب يا كابتن عشان ما يقولش انا ما عنديش لعيبه ومشيت اللعيبه وانا عملته كلام من ده بتاع. والاستاذ احمد الصحيفي يعلم جيدا ان هو بيقول ان هو عنده فرصه العوده تاني ولسه بيكمل في التظلمات وكان طب ازاي وهو رايح في هذا الاتجاه ومؤيد 14 لعيب. لما افهم لما اجي العب ماتش زي ده ادعم صفوفي عندي 14 لعيب منهم حاجه مصابين ادعم 5 6 لكن ما العبش بالشكل ده. هذا الشكل طبعا اساءه لاستخدام رخصه احنا عملناها تسهيلا لهم ان كاس مصر من حقك انك تلعب بالناشئين لانه او باللعيبه الهواه لانه بس انا برضو يا حاج محمود شايف ان دي يعني قرار شخصي. ايوه بس اساءه استخدامها الشكل العام هو ده الايحاء لكن هو على مستوى القانون عمال اسمع بس اللعيب الكوستر الاتحاد الدولي نزل سن الاحتراف من 12 ل 10 سنين ممكن اللاعب اللي عنده 10 سنين يحترف مش ده الموضوع. تمام. الموضوع كله الشكل نفسه ما هو الشكل دفع فاتورته بالظبط هو اسالي نفسه بالظبط يعني جدا. يعني هو نادي الجونه اسمي انا علاء عملها كاملة اخطا بس من منظور واحد ان هو تحت ضغط وبعدين سبحان الله اللعيب محمد سيد حجازي هذا اللاعب مواليد 96 اللي الموقع لنادي دمياط من 2013 2014 يأيده وكان في بتروجيت في 2012 2013 يأيده نادي الجونه بالبحر الاحمر بنفس الخطا ده لعب امبارح؟ لعب امبارح يا فندم لعب امبارح فندم يعني ده نفس الموضوع بتاع هو بالظبط يعني الداخليه مكان الجونه والانتاج الحربي مكان ام رماط بالظبط نفس دمياط مكان ام رماط بالظبط سبحانك يا رب سبحان الله ونفس الطريقه في كاس مصر برضو لعيبه الانتاج الحربي شوف اللعيب بتاعها في الداخليه وبتوع دمياط استاذ هشام ابو طالب نائب رئيس النادي يشوف اللعيب بتاعه ايد حضرتك تجيبه على الهواء اتمنى يعني لو لانه الواقعه مهمه جدا يشوف اللعيب بتاعه هو بيلعب رقم 21 لابس فنيه 21 ونستعلم عنه ليه؟ لان ما كانش موجود ربط بين الفروع ببعضها تمام اللي احنا عملناه دلوقتي فالحمد لله فالموضوع يعني نتمنى ان احنا بنبدا موسم جديد عايزين الرواسب كلها تتلغى فما ينفعش نبدا باحتقان مع الوزاره شويه واحتقان مع الانديه شويه لا 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 لا, لا انا مش حابين كده ولا حتى حابين يعني حابين حتى لو في حتى لو قريبين جدا من معالي الوزير وزير النهارده انجازات بتتعمل في مستوى الرياضه طيب انا اخيرا احنا قريبين جدا انا في حته بس انا في حته امبارح استغربت منها الحقيقه طبعا. وهو برضو حضرتك يعني استعنت بكابتن مجدي عبد الغني فان انت توري له السيستم بتاع شؤون اللاعبين ثم يعني تصريحات الكابتن مجدي عبد الغني امبارح تصريحات ناريه وقال ان الاتحاد الدولي لو عرف اللي بيحصل ده هيشطب مصر من على الخريطه ويعني وجه رساله لاتحاد الكوره ان لو عندكم دم لازم تستقيلوا حقيقة انا دخلت مداخله النهارده مع كابتن مجدي كابتن مجدي لف على كل قنوات الفضائيه في مصر كلها يطالب الاتحاد بالاستقاله ويطالب الوزير باقاله الاتحاد المصري لكره القدم وكان الموضوع موضوع شخصي وده هل يعني بصراحه انا كنت عايز ابدا صفحه جديده يمكن فهمها كابتن مجدي غلط ان انا ابدا صفحه مع كل عناصر اللعب وراجل له خبره في مجال شؤون اللاعبين لكن مش جايبه عشان عندنا حاجه غلط او انا حاجه مش عارفها هو يقولها لي اللي انا قلت له حضرتك بتفهم واحنا بنفهم حضرتك بتعرف واحنا بنعرف اكتر مفيش حد فينا بيزايد على حاجه لكن انت حضرتك تفتكر انك بتفهم والناس ما بتفهمش اللغه بتاعها بجد دي ما تنفعش كلنا في مركب واحد وكلنا بنفهم وما ينفعش حضرتك نقلل ولا تقلل مننا ولا نقلل منك عشان انت حضرتك الموضوع ده ما ينفعش احنا قول لي ايه الغلط كل اللي حضرتك بتقوله كلام الاتحاد الدولي واحترف كل الكلام ده غلط ليس هناك اي خطا وقع في الاتحاد ولا في مباراه الجونه ولا في اي مباراه من المباريات هو ده انا اللي يهمني ما يهمنيش رد يعني انا ما يهمنيش رد على اي كلام او تجاوز له كابتن مجدي انا يهمني ان الرد الفني ان الوضع بالضبط. صحيح بالظبط كده تمام شكرا يا حاج محمود وبتمنى لحضرتك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا طبعا.